لقد أجبر زوجي على الخروج من العراق كي لا يتم إعدامه. كنت بالنسبة إلى صدام حسين أشبه بإكسير الحياة، وكان مدمناً لكل تفاصيلي. كان يعشقني، ولكن لم نتمكن من الزواج بسبب كوني مسيحية أرمينية. لأكثر من 30 عاماً كنت عشيقته السرية، وأنجبت منه ابني قسطنطين، ولكن ساءت الأمور بيننا بعد اختصاب ابنه عدي لابنتي ليزا. تفاصيل مرعبة كشفت عنها السيدة بارسيولا لامسوس في كتابها اللي اتباع منه ملايين النسخ بعد ما اترجم لأكثر من 10 لغات. كتاب نقدر نقول عليه إنه فضح الجانب الخفي من حياة أحد أهم وأقوى الشخصيات في العالم العربي، والمعروف عنه حضوره الطاغي وهيبته الشديدة، ده غير جبروته وقسوته. بنتكلم طبعا عن الرئيس العراقي صدام حسين، اللي مغامراته مع اللبنانية العراقية بارسيولا لامسوس كانت أغرب من الخيال، واللي بعد ما أجبرها على الانفصال من زوجها المسيحي سيروب إسكندريان حبسها في قصره لسنوات علشان تكون فقط عشيقته. لكن لما عرف إن ابنه عدي اعتدى على ابنة عشيقته أمر بحبسه فورا. ولما عدي خرج من السجن كان بيفكر في حاجة واحدة، وهي إنه إزاي ينتقم من بارسيولا عشيقة والده. حياة صدام كانت عبارة عن مجون وشرب وحفلات وسهر، إلا إن بارسيولا فضلت هي المتربعة على عرش جميع مغامراته النسائية، وكانت النهاية إنها خرجت لنا بكتابها حياتي مع صدام علشان نعرف الجانب الخفي من حياته الطاغية. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف أكتر عن الجانب الخفي لحياة الطاغية المرعب صدام حسين، وتكتشف بنفسك تفاصيل علاقته بعشيقته اللي حبسها في قصره بعد ما طلقها من جوزها، وتعرف ازاي ابنه انتقم من عشيقته بعد ما اغتصب بنتها، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للآخر. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. في البداية صديقي، لازم تعرف ان الزعيم العراقي صدام حسين ما كانش مجرد حاكم متجبر ومعروف بقسوته وعنفه، لا طبعا، ده كمان كان صاحب شخصية قوية جدا وكاريزما طاغية، بتفرض على اي حد يقرب منه انه يهابه ويخاف منه جدا. وعلى حسب تصريحات المقربين منه، فعين صدام حسين كانت زي ما تكون ميتة، لكن في نفس الوقت كانت بتشع طاقة مخيفة بسبب نظراته الباردة والمرعبة. وبطبيعة الحال زيه زي أغلب الرجال اللي في سن الـ30، وبحكم وظيفته السيادية اللي كان وقتها بيتمتع فيها بسلطة شبه مطلقة بعد وصوله لمنصب مرموق في حزب البعث، هيكون أكيد ليه نزوات وعلاقات نسائية في السر. لكن العلاقة الأهم والأكثر غموضاً هي علاقته بالفتاة اللبنانية اليونانية المعروفة باسم بارسيولا لامسوس، اللي حكت بالتفصيل قصتها المرعبة والمأساوية مع الرئيس العراقي صدام حسين من خلال كتابها حياتي مع صدام، اللي تم ترجمته لأكثر من 10 لغات واتباعت منه ملايين النسخ. شوف يا صديقي، بارسيولا بتقول في كتابها إن في أواخر الـ60ات تقريبا كانت لسه فتاة مراهقة عمرها ما يزيدش عن 16 سنة، أما صدام حسين ساعتها فكان في عز شبابه عمره تقريبا حوالي 31 سنة. ساعتها صدام كان وصل لمنصب مرموق في حزب البعث، وأصبح شخصية مهيبة بتتمتع بنفوذ وسلطان شبه مطلق بحكم منصبه. في الوقت ده كانت بارسيولا حسب ما وصفت نفسها فتاة غير جميلة، لكن كانت فتاة شقراء وصاحبة روح كلها دلال وأنوثة، بتجبر الجميع على إنه يتودد ليها ويقرب منها على أمل إنه يكون حبيبها يوما ما. بتقول بارسيولا كمان إنها لما كانت بتمشي في الشوارع العراقية كانت السيارات كلها بتتوقف، والناس يفضلوا مبحلقين بعيونهم فيها زي المسحورين. وبالمناسبة الوصف ده أكده أحد المقربين من دايرتها في حديثه مع أطفالها بعد ما كبروا، لما قال لهم: حين تمشي أمكم في الشارع كان الجميع في بغداد يتركون أعمالهم ويأتون للتطلع إليها. وبشهادة عدد كبير من الناس، فالبنت كانت عاملة زي ما تكون بتشع نور، وده بسبب بياض بشرتها الناعمة وعينيها الملونة وشعرها الأشقر الطويل اللي كان بيتهدل على ظهرها لحد ما يوصل لخصرها الممشوق. وحسب ما جاء في تصريحاتها لمجلة أوغونيوك الروسية: كنت من وجهاء البلد وقتها،
وكنا نسكن في فيلا ضخمة مملوكة لوالدي ولها حديقة واسعة. كان رجل أعمال من بيروت صاحب استثمارات متواضعة في مجال النفط العراقي، وعندما تحسنت أحواله المادية انتقلنا جميعا من لبنان إلى العاصمة العراقية بغداد كي نكون بجانبه، وأغلب الوقت كنا نتنقل بسيارة فارهة للتنزه في النادي الأهلي، وكان السائق يأخذنا بسيارة فاخرة إلى المدرسة، وكان لدينا العديد من الخدم والطهاة. حقا كنا نعيش حياة سعيدة، إلى أن تعرفت على المرعب صاحب العيون الميتة صدام حسين. وهنا مارسيولا بتعترف للصحفي إنها ما كانتش بتفهم أي حاجة في السياسة، الكل كان بيتعامل معاها على إنها الجميلة البلهاء، وبسبب أصولها المسيحية الأرثوذكسية فكانت والدتها بتسمح لها بصداقة الجيران من المسيحيين الأرمن والمبيت عندهم باعتبار إنهم من نفس العرق. وللأسف واحد من الجيران دول اللي كان اسمه حارث كان بيشتغل خياط محترف، لدرجة إنه كان بيقوم بتفصيل البدل الراقية للعائلات النبيلة والمرموقة. والجار ده كان مدرك كويس جداً بمدى إعجاب صدام حسين بالفتيات اللي في سن المراهقة، فقرر إنه يقدم له بارسيولا كهدية علشان يكسب رضاه، لدرجة إن بارسيولا نفسها مش مستبعدة قوي إن جارها حارث ده يكون زي نخاس وظيفته الأساسية هي تقديم الفتيات للشخص اللي هيكون أهم راجل في العراق. وأثناء ما كانت بارسيولا قاعدة ترقص مع حارث في الفيلا الخاصة بيه، دخل عليهم ثلاث أشخاص، منهم واحد له هيبة ولابس بدلة زرقاء. بارسيولا عرفت بعد كده إن هو ده صدام حسين، فقالت له إنه أشبه بوحش مفترس بسبب حضوره الطاغي وهيبته الشديدة. فضحك صدام وقتها من كلامها لأنه كان بيفرح دايماً لما يحس إن اللي قصاده خايف منه. المهم إن الاتنين بدأوا إنهم يرقصوا مع بعض وهو يأكلها السمك في بقها، والسلوك ده وفقاً للعادات العراقية معناه إنها خلاص أصبحت امرأته. حسب تصريحاتها فهم كانوا يستحيل يتجوزوا، وده لأن هي مسيحية وهو كان ساعتها متزوج من بنت عمه السيدة سجدة طلفاح زي ما حكينا قبل كده في حلقة صدام حسين. لكن للأسف الشديد وقعت بارسيولا هي كمان في غرامه، لأنه كان عامل زي الأرستقراطيين والنبلاء الإنجليز، ومن اللحظة دي اتبع صدام معاها سياسة الترغيب والتهديد، يعني نقدر نقول إنه كان بيروضها زي ما بيتم ترويض الخيول. ففقدت بكارتها على إيده رغم صغر سنها، وبدأت إنها تحس بمشاعر مضطربة لأنها كانت بتعشقه، وفي نفس الوقت كانت خايفة منه جداً بسبب قسوة شخصيته، لدرجة إنها كانت بتقضي ساعات تراقب حركاته وهو نايم في السرير وحاطط السلاح تحت راسه. كمان وفقاً لاعترافاتها لمجلة لوس أنجلوس بوست، فعلى الرغم من إنهم كانوا غير متزوجين لكنها كانت بتمارس معاه الجنس بانتظام، وللأسف كانت بتخفي العلاقة دي عن عائلتها لأن صدام ما كانش بس مش متعلم، ده كمان أساليبه في التعامل مع الناس وأفكاره بشكل عام ما كانوش مناسبين مع البيئة اللي هي وعائلتها طالعين منها. وعلشان كده قررت بارسيولا إنها تتزوج من رجل أعمال اسمه سيروب إسكندريان. لكن بعد الجواز مباشرة كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون وفجأة شافت صدام حسين وهو بيلقي خطبة من خطبه النارية، وبينطق في نهايتها قائمة الأثرياء العراقيين اللي هيتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وكان على رأس القائمة دي هو سيروب جوزها. الزوج طبعاً اضطر إنه يهرب من المواجهة وانغمس في شرب الخمور ولعب القمار، لحد ما فوجئت بارسيولا بوجود رجالة صدام حسين في بيتها علشان يعلنوا بشكل رسمي إن تم مصادرة البيت كمان. يعني بمعنى أدق أصبحت البنت فجأة بلا مأوى. والمؤلم بقى أكتر من كده إن بعدها بشهور كان وصل صدام لمنصب نائب رئيس الجمهورية. زار البيت ساعتها اتنين من رئاسة الجمهورية كانت العائلة تعرفهم من زمان، وحذروا الزوج بشكل شخصي من إن صدام هيبعت رجالته بالليل علشان يقبضوا عليه، ونصحوه بالخروج خارج العراق حالاً قبل وصولهم. وعلشان محدش من حاشية صدام يحس بحاجة أو يشك فيهم، فقالوا للزوج حاول إنك تضرب بارسيولا ضرب مبرح علشان تبانوا كأنكوا اتخانقتوا خناقة جامدة وإن أنت سبت البيت علشان كده. في الوقت ده كانت بارسيولا منهارة على الرغم من إنها بتحب صدام، إلا إنها كانت خايفة جداً على حياة ومستقبل جوزها اللي ببساطة ملهوش أي ذنب، ففضلت تصرخ وتقول له اضربني اضربني،
وبالفعل سيروب ضربها ضرب مبرح جدا وهرب على بيروت بعدها بساعة. واتصلت بارسيولا بأبوها علشان تشتكي من جوزها وتعرفوا انه ضربها علشان محدش يشك في أي حاجة. وفي تمام الساعة 11 مساء اقتحم رجال صدام البيت وكسروا الباب علشان يقبضوا على الزوج لما عرفوا انه اعتدى على عشيقة الرجل الأول في العراق. ولما تأكدوا انه هرب على لبنان عن طريق سوريا بسيارته علقوا يافطة على الباب ان البيت مملوك للدولة وممنوع أي حد يدخله. وانتقلت بارسيولا عند أبوها. بعد حوالي شهر أو اتنين وقفت سيارة فارهة جدا أمام منزل الوالد، وقالوا لبارسيولا إنهم معاهم أوامر بنقلها للقصر الرئاسي فورا. وأول ما البنت وصلت للقصر اختلت هي وصدام في غرفة النوم، وهناك سألته أنت عايز مني إيه؟ ليه مش راضي تسيبني وتبعد؟ فكان رده ساعتها أنت وردتي اللي قطفتها بإيدي وهتفضلي بتاعتي لوحدي للأبد. حاولت بارسيولا إنها تعترض وتفهمه إن ده حب امتلاك، يعني سلوك مرضي. فقام ساحب مسدسه وفضل يضرب بالنار في السقف ويقول لها اسكتي اسكتي. ومن اللحظة دي فضلت بارسيولا عايشة معاه ومقيمة بشكل دائم في القصر. وعلشان يتجنب الشبهات أمر بتعيينها في وظيفة رسمية كمساعدة لابنه عدي في اللجنة الأولمبية العراقية. حسب اعترافات بارسيولا فشخصية صدام أصبحت مضطربة جدا معاها في الوقت ده. على سبيل المثال صدام كان بيمارس الجنس معاها ببدائية ووحشية وبشكل عنيف عن طريق إدمانه للفياجرا، وتاني يوم بعد ما يعمل كل ده يجيب لها الهدايا، وبعدها بساعات قليلة يضربها ويصيبها بكدمات، وبعدين يستلقي جنبها ويحط راسه على ركبتها كأنه طفل. لحد ما في يوم وهم قاعدين بيسكروا مع بعض طلب منها إنها تتجسس على ابنه عدي وتنقله جميع أخباره، فطبعا رفضت مبدئيا، لكنه اتفق معاها في النهاية إنها تبلغ المخابرات العراقية بتفاصيل كل حاجة بيعملها عدي قصادها. ولما صدام حس إن المقربين منه بيتكلموا عن ضيافته لامرأة مسيحية في قصره بشكل دائم أطلق عليها أسماء مستعارة، وأصبح ساعتها اسمها ليلى أو أم أمين. في الوقت ده أصيبت بارسيولا بنوع من الحساسية تجاه تناول حبوب منع الحمل فتوقفت عنها، وكانت النتيجة هي إنها أصبحت حامل في طفل من صدام. وساعتها اتغيرت جدا معاملة صدام ليها بمجرد ما سمع الخبر، وده لأنه بمنتهى البساطة كان رافض فكرة الإجهاض، وفي نفس الوقت كان رافض الاعتراف بالجنين. فاضطر عشان يحل الموضوع ده إنه يجوزها لواحد من الحاشية بتاعته، والشخص ده كان بيعبد صدام ومش عايز من الدنيا أي حاجة غير إنه يرضى عنه. وطبعا كان جواز صوري، يعني كان ممنوع عليه إنه يلمسها كزوج نهائيا. وفضلت بارسيولا مملوكة لأهم رجل في العراق اللي تعرف عنه إنه كان طاغية وجبروت. فاتت الشهور وأنجبت بارسيولا ابنها قسطنطين من الرئيس العراقي صدام حسين، وفي نفس الوقت كان معاها بنتين من جوزها الأول سيروب إسكندريان. وبمجرد ما أنجبت المولود الجديد اتعينت كمضيفة في شركة خطوط جوية وحصلت بشكل مفاجئ على الجنسية العراقية. لكن تحصل ساعتها كارثة مرعبة، وهي اغتصاب عدي ابن صدام لواحدة من بناتها اسمها ليزا. وهنا حست بارسيولا إن التاريخ هيعيد نفسه وهتتحول بنتها ليزا لجارية عند الرئيس المستقبلي للعراق عدي صدام حسين، فقررت إنها تحكي لأبوه. الحقيقة إن صدام ساعتها حسب ما تقال في اعترافاتها أمر بالحبس المباشر لابنه خلف القضبان بدون محاكمة أو أي تحقيق. وكانت النتيجة إن بعد الإفراج عنه قرر عدي إنه لازم ينتقم من بارسيولا، فاقتحم بيتها مع الحرس الشخصي ليه وفضلوا يضربوها ويصعقوها بالكهرباء لحد ما كانت هتموت. طبعا بارسيولا خافت تحكي لعشيقها صدام حسين علشان ما يحاولش عدي انه يكرر عملية الانتقام دي تاني، فقررت ساعتها انها لازم تهرب وتنجو بنفسها. ولكن بيقال ان صدام في النهاية عرف بشكل ما بواقعة التعذيب اللي تعرضت ليها بارسيولا، وعلشان كده امر بقتل ابنه عدي. وبالفعل اتفتح النار عليه وهو راكب سيارته البورش وتلقى 17 رصاصة في جسمه من اصل 50 رصاصة أطلقها اتنين مسلحين عليه. عدي أصيب بشلل مؤقت في الحادثة دي، وبالرغم من إن الرواية الرسمية هي إن اللي خطط للعملية كان سلمان شريف،
إلا إن التكهنات والتخمينات حامت لسنوات حوالين صدام حسين نفسه، وأيا كانت الحقيقة فين، فالمؤكد هو إن تفاصيل محاولة هروب السيدة بارسيولا لامسوس كانت شديدة الغموض. ولكن الرواية الأكثر انتشاراً حسب ما جاء في صحيفة النيويورك تايمز هي إنها اتقبض عليها في مطلع الألفينات، وساعتها قدرت المعارضة إنها تخرجها علشان تهرب للبنان ومنها إلى اليونان، وبعد كده في النهاية استقرت في السويد. بارسيولا اتنقلت بين عدد كبير من الدول لحد ما بدأت تحكي القصة لمحطات فضائية كتير، بالإضافة إلى أكبر وكالات الأنباء العالمية زي قناة الاي بي سي وصحيفة الجارديان والواشنطن بوست وغيرها من القنوات والصحف، وأطلقت على نفسها اسم ماريا. بارسيولا كمان طلبت من كاتبة مجهولة الهوية اتعرفت بعد كده إن اسمها لينا كاتارينا سوانبرغ إنها تساعدها في تقديم قصة حياتها من خلال كتاب بيحتوي على مذكراتها السرية تحت اسم حياتي مع صدام أو امرأة صدام، اللي تم ترجمته لأكثر من 10 لغات وصدر منه ملايين النسخ، لدرجة إن مجلة أوغونيوك الروسية اتكلمت عنه فتم ترجمته إلى اللغة الروسية كمان. في النهاية حابين إننا نسلط الضوء على إن النساء في حياة الرئيس العراقي صدام حسين كانوا مهمين جداً، وحتى زوجته وقريبته سجدة كانت مؤثرة جداً في حياته، وطبعاً والدته اللي اتكلمنا عنها كتير في حلقة صدام حسين. لكن تفضل بارسيولا هي الأنسة المهيمنة على الجانب العاطفي ليه، بل وفضلت مستحوذة على قلبه وعقله لحد ما توفى عام 2006، وده على الرغم من إنه كان بيمتلك كتير من الجواري والعشيقات على حد زعمها. وحتى الآن محدش عارف السبب الفعلي وراء العشق الرهيب ده، ولا يمكن حتى صدام نفسه ساعة ما كان عايش. وعلشان كده بدأ عدد من الناس يهاجموا بارسيولا وينتقدوا كتابها ويسخروا منه كمان، ويقولوا عليه إنه أشبه بحكايات كتاب ألف ليلة وليلة، على اعتبار إنهم حاسين إنها مفبركة القصة ومستعينة بخيالها الجامح. وكان أشد المهاجمين هي صحيفة هولندية أجرت معاها حوار، وفي نهاية الحوار ألقت الصحيفة سؤال مهم عليها، وهو إمتى آخر مرة قابلت صدام؟ فكان رد بارسيولا المعروفة حاليا باسم ماريا هو إنها مش فاكرة إمتى آخر مرة بالظبط قابلته. فانقسم القراء بين فريق مصدق ومؤيد وفريق تاني بيكذب الواقعة لأنها خيالية إلى حد كبير. أنتوا أعزائي المشاهدين إيه رأيكم؟ هل شايفين القصة حقيقية ولا كلها على بعضها محض خيال من الأرمينية بارسيولا لامسوس؟ بكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات كالعادة، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع إيه تانية هنعرضها في القناة. ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.